قريب مجيب الدعوة. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونستنصرك فانصرنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا الله، من أراد بالإسلام والمسلمين وأرض فلسطين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومكن له في الأرض وآته من كل شيء سببا. ومن أراد بالإسلام والمسلمين وأرض فلسطين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.